نقول ترتيلة حكايتنا عن فضيلة. حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان، ثمرة من الروح جميلة عاشها رجال زمان. حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان، ثمرة من الروح جميلة عاشها رجال زمان. هابيل بإيمانه قدم ذبيحة للإله، أحسن من تقدمت قاين اللي الشر ملام. والفل كان دليل لإيمان نوح البار، دخلوا هو وبيته بره غير كل الأشرار. حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان، ثمرة من الروح جميلة عاشها رجال زمان. حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان، ثمرة من الروح جميلة عاشها رجال زمان. الله وعد إبراهيم إن نسله يزيدوا، لما قدم ذبيحة قدم ابنه وحيده. موسى وقصة خلاصه مع شعبه بعد الجوع، أسوار أريحة اتهزت وقعت بعد صلاة يسوع. حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان، ثمرة من الروح جميلة عاشها رجال زمان. حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان، ثمرة من الروح جميلة عاشها رجال زمان. آباء وأنبياء عاشوا حياة الإيمان، منهم جدعون وبراق والقوي شمشون كمان. إسحاق ويعقوب، يوسف صمويل وداوود، بإيمانهم صنعوا برا سدوا أفواه الأسود. حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان، ثمرة من الروح جميلة عاشها رجال زمان. حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان، ثمرة من الروح جميلة عاشها رجال زمان. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد بعض الأقوال اللي قالوها الآباء القديسين عن خطية الإدانة. ماري أفرام يقول: من يشمت بسقطة الآخرين يسقط مضاعفا. أول ما تشمت في حد اعرف إنك هتتدب دبة وهتقع نفس الوقعة أضعاف. الشماتة خطية وحشة أوي. ومن يرد إنسانا عن ضلال طريقه يخلص نفسه. يبقى حاسس بأن الإدانة لما تعلى توصل لشماتة، تبقى مستني حاجة وحشة تحصل. ده شعور سيء جدا، الحاجة الوحشة هتحصل لك أنت، لأنك خلاص بقيت لعبة في إيد الشيطان. حكمة تاني لماري أفرام يقول: إن شاهدت إنسانا أخطأ بالأمس لا تنظر إليه كخاطئ، لعله قد يكون قد عمل عملا صالحا، وذلك يبعدنا عن الإدانة. يعني أيوة فلان امبارح عمل عملة سودة، تعرف بالليل عمل إيه؟ مش يمكن تاب وربنا خده في حضنه؟ مش يمكن توبته دي رفعته إلى درجة داود بعد التوبة؟ مش يمكن تنقى بدموع عينيه وانت ما عملتش كده؟ هتفضل تقول عليه الخاطي بتاع امبارح؟ يبقى انت بتأذي روحك. معنى جميل قوي ساعدنا على طرد الإدانة: لعل فلان أخطأ لكن لعله تاب. طب انا اللي غلطان لغاية دلوقتي، انا مش لاقي اتوب، مش عارف اتوب عدل، يبقى هو احسن مني حتى وهو انا شايف الغلطة كبيرة اللي عملها، بس انا موقفي أسوأ، ممكن يكون سبقني بالتوبة. ماري أفرام يقول: لا تسخر من إنسان غبي، بل صلي كي لا تكون مثله. يعني الإدانة غباوة، سخرية من شخص غبي، غبي روحيا أو غبي يعني ذكاء، أي نوع من السخرية، ما هي درجة إدانة عالية. وانت بتعمل كده
انت بقيت زيه واكتر لانك عملت غلطة اكبر. كان المفروض تصلي له عشان ما تبقاش غبي. عشان كده اقول لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الله. مش مشيئة الله نحكم على بعض، مش مشيئة الله نكره بعض، مشيئة ربنا نشيل بعض ونخدم على بعض عشان ندخل مع بعض السماء. فاحنا من الغباء ان احنا قاعدين لبعض على الوحدة وبنحكم على بعض والشيطان فرحان فينا. قديس الانبا موسى الاسود له حكمة جميلة يقول اربعة تظلم العقل. العقل ده يضلم باربع حاجات: مقت الرفيق، يعني تفشل في حب اللي حواليك، الازدراء به، احتقار وسخرية، حسد الناس، سوء الظن بالناس. هم كلهم عيلة سودة في بعض مش كده، كلها خطايا عدم محبة. لما ما تحبش وتتكلم وتزدري وتسيء الظن، دماغك دي قفلت ضلمة خلاص، ما بقتش شايف حاجة خالص. وطبعا سكة الضلمة وحشة قوي، نهايتها وحشة. ما فيش غير المحبة اللي تنور العقل. المحبة بقى تعذر وتستر وتسامح وتكبر وترجع لورا، كل ده في المحبة. أنبا موسى برضو يقول لنا إياك أن تسمع بسقطة أحد إخوتك لألا تكون قد دنت خفية. يعني مجرد تسمع عن شخص غلط، ده ممكن يبقى بداية إدانة. أذكر مرة كنا قاعدين كده خدام، وبعدين جت سيرة خادم، وخادم شوية يعني كان كسلان، كان سبقنا كلنا. لقيت واحد قام على طول من القعدة، فلان، قال معلش عندي حاجة. عرفت بعد كده ان هو مجرد ما حس ان احنا هنجيب سيرة حد جري. بعد شوية سألته انت مشيت ليه؟ قال لي ابونا انا مش قدكم، انتوا يمكن تقدروا تشوفوا عيوب غيركم، انا غلبان، لو شفت عيب غيري مش ناقص ادانة. طبعا ده كان هذا الالم لك يعني، لانه بالتضاع قال انا مش مقدرش اشوف عيوب حد، خليني في روحي على قدي. النقاوة دي بتعجب ربنا قوي، والحرص ده معناه ضمير صالح، ومعناه جهاد يليق باولاد الله. مكتوب دي حكمة برضو للانبا موسى الاسود في احد عظاته، يعني لما قتل الرب، والبعض بينسبها ليوحنا الدرجة، او يمكن الاثنين قالوا نفس التام، لما قتل الرب أبكار المصريين لم يكن هناك بيت خال من ميت. الجملة كده بيقولوا في الكتاب لما ربنا ضرب ضربة الأبكار ما كانش في بيت مفهوش ميت، وسكت على كده. فالإخوة مش فاهمين، أيوة احنا عارفين الآية يعني سفر الخروج وضربة الأبكار، ها إيه المعنى يعني؟ فسألوا الإخوة قائلين ما معنى هذا؟ قال الشيخ إذا علمنا أننا كلنا خطاء فلنحذر من أن نترك خطايانا وندين خطايا القريب، لأنه من الجهل جدا أن يكون الإنسان في بيته ميت ويتركه ويذهب ليبكي على بيت جاره. فلما تقال أن كل بيت كان فيه ميت، يعني كلنا في الهم سوا، ما تخلينا كل واحد في همه وفي ميته في الخطية اللي هو فيها. فخدها من قصة ضربة الأبكار إن مفيش بيت مفهوش صراخ. فبيقول انظر خطاياك أولا، واقطع اهتمامك بكل إنسان، ولا تحتك بإنسان، ولا تفكر بشر على إنسان، ولا تمشي مع النمام، ولا تصدق كلام النميمة بخصوص إنسان. شوفوا الكلام الناشف جميل ده، يعني خلي الحكاية دي بنخاف منها ونتفاداها بكل طاقتنا عشان نصون لساننا ونصون أفكارنا. سأل أخ أنبا بيمن كيف أستطيع ألا أقع في الناس الوقيعة أو الإدانة يعني في الناس؟ قال إذا لام الإنسان نفسه يكون دائما عنده أخوه أكرم وأفضل منه. لو الواحد متعود يشوف غلطه، دائما الناس كبيرة في نظره، ودائما الناس يعني أحسن منه، فده بيريح روحه، بيريح يعني ضميره. وإذا ظن في نفسه أنه صالح حينئذ يكون عنده أخوه حقيرا ومهانا ويقع فيه. يبقى تاني بنرجع لفكرة إيه؟ خليك شايف عيوبك وخطاياك واضحة قوي عشان تتفادى
لا تشوف عيوب حد ولا تقول كلمة على حد. قديس أنبا بخوميوس يقول: احفظ نفسك من هذا الفكر الذي يجلب عليك تزكية ذاتك. يعني أي فكر يقول يا سلام علي، ده غباء، دي بداية كبرياء وإدانة ورياء وكل بلاوي. احفظ نفسك من هذا الفكر الذي فيه تزكية ذاتك واصدراء أخيك، لأنه مبغوض جدا قدام الله. يعني الفكرة دي اللي انت شايف فيها نفسك حلو واخوك وحش، دي بتاعت الفريسي لوقا 18، ها اشكرك لست مثل باقي الناس، شايف روحه وبيحتقر اخوه، تقفل السما خالص حتى لو قعد ساعتين يصلي. فهنا بيقول هذا الفكر مبغوض جدا قدام الله، ذلك الانسان الذي يكرم نفسه ويرزل اخاه. انبا بخمس مرة شماس طيب كده حكى لي حكاية حلوة، قال لي: ابونا دخلت القداس وكنت بصلي بحرارة وفرحان قوي، وبعدين جه وقف جنبي شماس لبس متأخر، فجت في بالي فكرة ليه اتأخر، ارجع اصلي تاني، قفلت ولا حاجة طالعة، كأني اتهبت من السماء للأرض. فهمتوا الإدانة بتعمل فينا ايه؟ فعلا هو كده، يعني كان بيصلي بحرارة وفرحان ومغمض عينه وشبعان وابتدى يدخل في الصلاة الجميلة، مجرد فكرة بس ان اللي واقف جنبه ده جاي متأخر ليه، بوظت عليه القداس. فين لما بقى بدموع عينيه عشان يرجع المشاعر الحلوة تاني؟ ادي اللي بتعمله الإدانة فينا. تصوروا بقى واحد طول الوقت شغال إدانة، ده بيصلي ازاي؟ ده لا صوم ولا صلاة ولا أي جهاد بعد كده له قيمة. حكمة تاني اللي أنبا بخوميوس يقول ايه: اجعل لك سلام بينك وبين اخوتك يسكن الرب في قلبك. يعني حافظ دايما على سلامك مع كل اللي حواليك عشان ربنا يرضى يدخل بيتك. ربنا مش هيرضى يسكن جواك ابدا وانت ليك خصومات وعداوات، حتى لو قطعوك حتت تصدقش بقى انت اللي المشكلة عندك، ما تقعدش تقول اصلهم بيعملوا وما بيعملوش. يا حبيبي فهم بقى، فوق بقى، ربنا مش راضي يدخل قلبك عشان اللي انت بتعمله في روحك. انبا بخوميوس برضه يقول لنا ايه: اذا اكمل الانسان جميع الحسنات وفي قلبه حقد على اخيه فهو غريب عن الله. يعني لو عملت كل حاجه، فاكرين الايه بتاعت بولس لما قال ان اطعمت جسدي حتى احترق، ان قدمت كل اموالي ولكن ليس لي محبه فلا انتفع شيئا، نفس المعنى، تعمل كل الخير، تخدم خدمات الدنيا كلها وتبقى يعني ما يفرقش معاك الفلوس خالص، بس مش عارف تحب اخوك، مفلس ولا ليك رصيد في السماء خالص، ضيعت كل تعبك. لا تحقد على الناس لئلا تصبح مرذولا من الله. انبا بخوميوس: اجعل لك سلاما مع اخيك فتكون محبوبا من ربك. السلام مكلف، لأنه لازم تواضع، لازم تيجي على نفسك كتير، لكن السلام المكلف ده هو اللي يخليك محبوب عند ربنا. سأل أخ أنبا بيمن قائلا: كيف يستطيع المرء أن يهرب من الكلام السيء ضد قريبه؟ سؤال مهم قوي، لما لقي كلام سيء على شخص إزاي أهرب؟ أجاب الشيخ: ونحن وإخوتنا صورتان، إحنا وهم صورتين. في اللحظة التي ينتبه فيها الإنسان لذاته ويلوم نفسه يجد أخاه مكرما في عينيه. يعني إحنا إيه؟ دايما حاجة كده وعكسها، ركزت في وحشتك شفت الناس حلو، ركزت في وحشت الناس شفت روحك حلو، والحياة أنت مش حلو. فأنبا بيمن بيقول له إيه؟ عاوز تهرب من الكلام السيء عن أي حد، افتكر إن إحنا صورتين دايما قدام بعض، شايفه وحش الحياة انت اللي وحش، شايفه حلو بقيت حلو. فهمتوا المراية دي؟ يعني انت اللي شايف في اخوك بينعكس عليك. الاسقاط هنا بالمعنى الحلو، لو عينك حلوة شايف الناس حلوة قوي وانت اللي وحش، صدقني انت حلو قوي، بقيت حلو في عينين ربنا، شايف الناس وحشة حضرتك وحش قوي مهما اقتنعت انك انت عامل اللي عليك. فهنا بيقول احنا واخواتنا صورتين، في اللحظة التي ينتبه فيها الإنسان لذاته ويلوم نفسه يجد أخاه مكرما في عينيه، أما إذا رأى نفسه صالحا يجد أخاه شريرا في عينيه. قال أخ للأنبا بيمن: إن رأيت أخا قد سمعت عنه سماعا قبيحا، هل من الواجب
علي ألا أدخل قلايته؟ بصوا سؤال مهم، يعني أتعامل معاه ولا لا؟ أنا سمعت عنه كلام وحش. وإن رأيت أخا صالحا هل أفرح بي؟ فأجاب الشيخ: إن أنت صنعت مع الأخ الصالح خيرا قليلا اصنع ضعفه مع ذاك لأنه مريض. الحكمة دي مهمة أوي. أذكر مرة أب عندنا كبير ربنا يديله حكمة ونعمة، بعدين كان في ناس كتيرة منتظرة، وبعدين كلهم معترفين وخدام وولاد الكنيسة، بعدين جه شخص واضح انه بعيد قوي عن ربنا واسلوبه مع انه جاي بعده، فلقينا ابونا خرج وقال: استاذ فلان اتفضل. طبعا في بعض من الخدام تشكشكوا كده، يعني احنا جايين قبله ومين ده واحنا لينا دل عند ابونا. الحقيقه ابونا اتصرف بحكمه ابائيه. ليه؟ لانه ان كان هيهتم باولاد الكنيسه الاولى هنا الخروف الضال، لانه ده اللي محتاج اكتر، ويمكن ده اللي نان يحتمل الانتظار، لكن ولاد ربنا ما يستحملوا. وده اللي قاله المسيح لما قال يترك التسعه وتسعين، ان دول مش هيطلعوا، يذهب يبحث عن الخروف الضال. احنا بقى تلاقونا معاييرنا بشريه زي طابور الجمعيه كده، زي نتخانق على حقنا ودورنا. دورك ايه يا حبيبي؟ ادي دورك للي ايه اكثر احتياجا، تواضع شوية، تنازل، وتبقى فرحان انك انت عملت حاجة برضو عليها القيمة. فهنا بيقول لو انت سمع عن شخص مش حلو اعتبره مريض، فاولى بالاهتمام مش تتفادى التعامل معاه. طبعا من الناحية العملية في الدنيا في ناس لازم نبعد عنهم لانه في طريق الخطاة لا يقف، لكن في جو الكنيسة والخدمة الأكثر شرا هو الأكثر احتياجا، وبالتالي الخادم الواعي يهتم بيه أكثر من الكويس، وإحنا مش بنعمل كده عادة. سأل أخ من الأنبا بي من قائلا: إذا رأيت سقطة أخي هل يليق أن أكتمها؟ قال له الشيخ: في اللحظة التي نكتم فيها سقطة أخينا يكتم الله سقطتنا. يعني طبعا تعمل كده، ما تشوف حد غلطان اكتم، عشان ربنا كمان يكتم على بلاوي كتير عندنا. عندما نكشفها الله يكشف سقطتنا. انت قد ان ربنا يطلع الاسرار المكتوبة؟ تقدر تحتمل ان ربنا يشيل الغطا تمشي عريان قدام الناس كده يشوفوا كل حاجة وحشة؟ طب امال تتكلم عن الناس ازاي وتكشف اخطاء ناس ازاي؟ ده انت بتجري تستر عليهم عشان ربنا يستر عليك. قديس يوحنا القصير يقول: قيل عنه اذا ابصر انسانا خاطئا او يخطئ كان يبكي بكاء شديدا. قديس يوحنا القصير مشهور عنده الحتة دي، لما كان يلاقي حد بيغلط حتى في السوق مش في الرهبان يتلاقون فجر في العياط زي العيل كده. فهم في الاول ولاده افتكروه قد كده قلبه الطيب بيكره الشر فبيبكي لما بيشوف غلط، طلع المعنى اللي جواه أحلى من كده كمان. فكان يقول: هذا أخطأ اليوم ربما يتوب غدا، أما أنا فإني أخطئ غدا وربما لا أجد مهلة لكي أتوب. تصوروا بقى نقاوة القلب، مش بصله من أي نوع من الإدانة، قال ده بكرة ده هيتوب أكيد ربنا هيرحمه، الهم والباقي علي، أنا لو غلط هلاقي فرصة توب ولا لا. شوفوا بقى البساطة والنقاوة اللي تخليه مش أدنى نوع من إدانة، وده غلط صريح وصادق، لكن من كتر خوفه على نفسه ونقاوة قلبه بقى يبكي كأنه هو اللي محتاج للتوبة أكتر من كل الخطاة. وطبعا ده قديس عظيم أوي. ربنا يحمينا من خطية الإدانة ويساعدنا إن احنا يعني نتحفظ منها، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل في تلمذتنا للقديس كيرلس الكبير وهو بيشرح إنجيل يوحنا. نروح كده ليوحنا 3:33، يقول: من قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق. لهذا يقول الهراطقة عنه: من قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق، لأن الله الآب هو صادق حقا
والهراطقة يحاولون أن ينسبوا للابن ما يحق لآخر. بصوا بقى الهراطقة بيقولوا عليه نحن هراطقة، خلي بالكم، يعني اللي قللوا من لاهوت الابن زي أريوس أو نسطور طبعا لأنه ضد اتحاد الطبيعتين. الهراطقة دول بقوا مستكترين أن ينسب للمسيح كل صفات الآب، مع أن الإنجيل واضح جدا في أنه كل ما للآب فهو للابن. فبماذا إذا نرد على تلك الأمور؟ هل نصنف الابن الوحيد ضمن الأنبياء؟ الحتة دي مهمة عشان احنا نبقى فاهمين عقيدتنا المسيحية، على اعتبار أنه أتم الخدمة الخاصة بالأنبياء ولم يفعل شيئا سوى ذلك. يعني لما المسيح شهد حسب كأنه نبي بيشهد لله، مش كده؟ فهو كأنه قام بدور نبوي، فعاوزين يقولوا طب ما هو زيه زي الأنبياء اللي قبل كده. فأي منا لا يقبل دون تردد أن الأنبياء قد اعتادوا أن يأتون بأصوات من الله. طبعا أي نبي شلنا صوت من ربنا وجابه لنا، قال لنا ربنا بيقول. فما هو فضل الابن الذي اختص به؟ السؤال ده مهم. ليه؟ لأن احنا ساعات نتسائل طب هو المسيح مش زيه زي كل الأنبياء؟ قديس كيرلس بيشرح لنا ايه فضل الابن عن كل الأنبياء، لأن في آيات ممكن توحي وكأنه نبي، من قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق. إن كان يفعل هذا فقط كيف يكون فوق الجميع؟ إذ كان لا يزال معدودا بين الأنبياء فحسب، أو متسربلا بما يليق بالعبيد، إذ يفوقهم في المجد. يقول في الإنجيل إن قال آلهة، يعني هنا هيجيب لها لنا من يوحنا 10 عشان يربط الحتة دي، يقول لنا المسيح نفسه قال إن ربنا بص على البشر اللي شايلين كلامه زي الأنبياء وقال عليهم دول آلهة، بس ميز نفسه، هنشوفها إزاي. إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، دول الأنبياء اللي خدوا كلمة ربنا يوصلوها للبشر، ولا يمكن أن ينقد المكتوب. بصوا الفرق، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له أنك تجدف لأني قلت أني ابن الله؟ يبقى في حاجة خاصة بالابن غير حكاية شالوا كلمة للعالم كأنبياء. هيشرح لسه، لأنه بتلك الكلمات يفصل نفسه عن جماعة الأنبياء ويقول أنهم دعوا آلهة لأن كلمة الله أتى إليهم. يبقى هما مش كلمة الله في حد ذاته، هما شايلين كلمة الله، لكنه يقر بأنه هو ذاته الابن، الابن الكلمة يعني، لأن النعمة قد منحت للأنبياء بكيل، بكيل يعني بحساب، كل نبي بيسير الرسالة على قده، لكن كل واحد له حتة خاصة بيه، وانتوا كلكم عارفين الأنبياء، واللي تنبأ عن الميلاد، واللي تنبأ عن القيامة، واللي تنبأ عن الخدمة. لأن النعمة قد منحت للأنبياء بكيل بواسطة الروح، أما المسيح مخلصنا، هيجيب آية تانية من بولس، فقد سر أن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. دي لا يمكن تقال على نبي، المسيح له المجد، هو كل ملء اللاهوت، يعني كإله كامل هو جواه، كيانه كله في لاهوت كامل، دي ما تخصش البصر، دي في كولوسي 1:19، ودي طريقة القديس كيرلس الكبير. يقارن الروحيات بالروحيات، يستدل بمعنى من آية وهو بيشرحها بمعاني أخرى، إما من نفس الإصحاح أو من نفس الكتاب أو من كتب أخرى في الإنجيل. فيستدل على يوحنا 3 من آيات من يوحنا أو من كلمات للقديس بولس أو من نبوءات الأنبياء، دي طريقته لأنه حافظ الإنجيل مذاكر كويس أوي. فبيقول أما المسيح مخلصنا فقد سر أن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، كما يقول أيضا القديس بولس من ملئه، يبقى هو الوحيد المليان على الآخر، نحن جميعا أخذنا. كما أكد القديس يوحنا كيف يكون المعطي في رتبة الآخذ. بصوا التعبير ده، النبي كأي أي نبي بياخد نعمة، بياخد بكيل من الروح عشان يوصل رسالة، لكن المعطي الكلمة، المعطي النعمة، المصدر لا يساوي أبدا اللي بياخد. أو كيف يحسب ملء اللاهوت في مرتبة الخادم؟ واضحة الحتة دي؟ لأنه ممكن يلقب المسيح كنبي من ناحية أنه هو قال كلام عن المستقبل أو علم البشرية حقيقة الثالوث، أو فهو ممكن كمعلم يلقب بلقب نبي،
ونشوفها في شروحات أخرى، لكن ده ما يلغيش أبدا أنه الله الكلمة، أنه مميز عن كل الأنبياء. ينبغي لنا أن ندافع عن تعليم الكنيسة مما يعرضونه، فهم يؤكدون إذن أن الابن أخذ من الآب وصايا، وأنه لا يقول شيئا من نفسه، إنما كل ما يسمعه دي لساتيك كما يقول هو بذاته، فإنه بغيرة يقول لنا أيضا. حسنا، فليتوقف المعارض هنا، لأننا سنوافق أن هذا لا يسيء إلى الابن بشيء، على الأقل فيما يخص مسألة من أين هو، بل بالحري يعرض ذلك الأمر تدبيرا جميلا للغاية بخصوص موضوعنا الحال. لهذا حين يسمعون يقول أنا والآب واحد، دي في يوحنا 10، من رآني فقد رأى الآب، دي يوحنا 14، أنا في الآب والآب فيا، برضو يوحنا 14. هنا بصوا بيعمل إيه، إزاي الناس بتروح لفكرة إن المسيح واخد كلمة أو وصية من الآب هيقولها وكأنه مرسالجي. لا لا لا، هو مش مجرد مرسالجي، ما يقدرش يقول أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا، من رآني قد رأى الآب. لا، يبقى هو مميز عن كل الأنبياء مهما كانت عظمته، ومميز تمييز فائق زي ما قالها القديس يوحنا، أنا من الأرض أرضي، هو من السماء من فوق، فما فيش مجال للمقارنة. خلي بالكم اللي بيقول ده يوحنا المعمدان أعظم من الأنبياء، ومع كده يقول الذي من الأرض من الأرض يتكلم، لكن اللي جاي من السماء هو فوق الكل، هو بيكلم عن المسيح. إذن فليقبلوا شهادته وليختموا أن الله صادق، مقتنعين أن الإبن يتكلم بما يعرفه بدقة، وليكفوا عن الكفر بكلمات المخلص الذي يفسر لنا أمور أبي. يأكد نفس المعنى في يوحنا 3:34، يقول لأن الذي أرسله الله، ما كلمة أرسله الله ممكن تدي إيحاء أنه المسيح مرسل أو رسول، فهنا عاوز، ودول اللي استخدموها الأريوسيين في الحتة دي، فعاوز يأكد أنه مجرد أن الآب يرسل ابنه ده لا يقلل أبدا من كرامة الابن كإله حقيقي متجسم. الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله لأنه ليس بكيل يعطيه الله الروح. الآية دي مهمة، تعال نشوف قال فيها إيه كيرولوس الكبير. انتبه الآن يا صديقي انتباها خاصا قويا، لأنك ربما تتعجب معي لحكمة القديسين الرزينة. لذلك قال المعمدان أن الإبن مرسل من الله، سيدي كلمات يوحنا المعمدان، وأيضا أنه يتكلم بكلام الله. لكننا نلاحظ أنه فيما يخص المعنى السطحي للكلام يكسوه بالقامة النبوية كما سبق وقلنا حالا، ولكنه بنفس الكلمات يستبعد من المساواة بالأنبياء. يعني على قد ما خلاه له شكل من أشكال أنه يتنبأ أو شايل رسالة صح، لكنه كمان بعيد كل البعد عن أنه يتساوى بالأنبياء، وهيجيب لنا الأمارة من كلام القديس يوحنا من إنجيل يوحنا، إذ يقول أنه من المستحيل أن الذين قبلوا الروح بكيل، احنا فهمنا هذه قبلوا الروح بكيل، يعني هم مش ممتلئين تماما باللاهوت، حاش فيش نبي يقال عليه كده، لكن الروح القدس شغاله حملوا رسالة، فهنا أعطوا الروح بكيل، بكيل يعني بمقدار. فبيقول الذين قبلوا الروح بكيل يمكنهم أن يعطوه لغيرهم، لأنه لم يحدث قط أن قديسا قد أعطى الروح القدس لقديس آخر، هيشرح لنا لسه. لكن الإبن يعطي الروح للكل من ملئه الخاص. يعني إيه؟ الذين قبلوا الروح بكيل دول أنبياء، لكن هنا ليس الله يعطيه الروح بكيل، دي خاصة بالإبن. يعني إيه؟ يعني ربنا يتعامل مع كل الأنبياء بيديهم من روحه، لكن الابن هو واحد مع الاب في الجوهر، فشايل الكلمة كلها، فلا يساوى هنا أبدا، لأنه لا يعطى بكيل. وإنتوا المعنى لم يأخذ الروح القدس بكيل بمقدار، لأنه هو نفسه واحد مع الروح القدس طول الوقت، نفهم، لأن العربي ساعات يكون هو اللي معطل. فيقول الابن يعطي الروح للكل من ملئه الخاص، لأنه ممتلئ بالروح دائما، إذن فهو لا يعطى الروح بكيل، يعني مش بياخد الروح من الآب بكيل زي بقية الناس. وأيضا هو ليس له نصيب قليل من الروح القدس كما يقولون هم، وإن هذا النصيب يأخذه بالمشاركة.
خلي بالكم، شركة الروح القدس احنا واخدينها في العهد الجديد، وخدوها الأنبياء في العهد القديم شركاء الروح القدس. بس شركة الروح القدس ما تخليش واحد فينا زي الروح القدس على قده، لا لا لا، الروح القدس سكن فينا وبقينا شركاءه في الخدمة، شركاءه في الصلاة، بيشتغل جوانا واحنا بنصلي، شركاءه في خلاص الناس بيشتغل بينا. لكن حد فينا يستجرى يقول أنا الروح القدس ده ملكي وكل الروح القدس فيا تماما؟ استنى استنى، أنت بتقول إيه؟ أنت لا تملك الله ملكا خاصا، أنت لست إلها في طبيعتك، إنما المسيح هو الله بالطبيعة. فهمتوا المعنى؟ فكلمة الكيل هي اللي وضحت أنه الأنبياء يأخذون الروح بالكيل، أما الآب لا يعطي ابنه الروح بكيل. وضحت المعنى؟ دي اللي بيشرحها كيرلس الكبير عشان يميز المسيح عن الأنبياء. فظاهر كما أعتقد أن له الروح بالكامل جوهريا في ذاته، إذن فالذي يفوقهم بهذا المقدار العظيم لا ينطق بأمور الله كواحد منهم، بل إذ هو إله من إله يفيض بكلمات إلهية. لكن ما من تداخل معه، مكتوب أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح. هنا عشان واحد يقول له استنى، انت قلت حتى كيرلس الكبير تلخبطنا، انت قلت محدش من الأنبياء أو الرسل يقدر يدي الروح لحد. قال طيب عشان أوضح الحتة دي، بصوا دقة هذا الرجل العظيم، لأن احنا في الكنيسة الرسول بيشيل الروح القدس كموهبة ويسلمها للإيه؟ الأسقف اللي بعده، مش كده؟ في الرسامات، في الكهنوت. فبيقول ما من تداخل، ليه؟ بوضع أيدي الرسل يعطى الروح للبعض، جاب المثل من أعمال 8-18 في الرسامة الكهنة، لأننا نؤمن أنهم الرسل، بصوا الدقة بقى، هم مستودع الروح. ده تعبير مهم قوي في الكهنوت. يعني إيه؟ هم مش مصدر للروح، لا، هم مستودع للروح القدس. شوفوا التعبير، الأب الأسقف مستودع للروح القدس، الرسول زي بطرس ومتى ويعقوب ويوحنا دول مستودع الروح القدس، لكن هو الروح القدس مش ملكيتهم الخاصة، لكن دول المستودع. وليس في الواقع واهب الروح، الموهبة تؤخذ من شخص صاحبها، لكن دول مستودعات. فاهمين الفرق؟ حيث أن المبارك موسى أيضا لم يكن قد فرض عليه كي يأخذ من الروح الذي كان عليه. موسى ابتدى القصة دي، ربنا خد من الروح اللي على موسى ودى لسبعين شيخ. طب وهو الروح اللي على موسى، ما هو خدها من الابن، واخدها من المسيح نفسه. واضحة؟ إذن موسى نفسه حسب كمستودع للروح، فإدى من روحه للسبعين شيخ زي ما الرسل سلموا الكهنوت للأجيال اللي بعدهم. طبعا ضمنيا هنا في تأكيد على سر الكهنوت. بل حفظ الله هذا أيضا في سلطانه هو وحده قائلا أن موسى يجب أن يجمع السبعين، ووعد الله أن يأخذ. شوفوا الحركة بتيجي إزاي، الله يأخذ من الروح اللي في موسى ويضع على السبعين شيخ، لأنه عرف أنه يليق بالله وحده أن يفعل الأمور الإلهية. ده اللي بيحصل في سر الكهنوت، الله يأخذ من روح الكهنوت، نعمة الكهنوت اللي في أبونا البطرك أو أبونا الأسقف، ويديها للكاهن الجديد. هي دي التسليم الرسولي اللي بنقول عليه. إذن القديس كيرلس ضمنيا بيشرح عشان هو بيركز على نقطتين، الابن لا يقارن بالأنبياء لأنه لا يحمل الروح بمقدار، إنما هو مصدر الكلمة، هو نفسه الكلمة. أما الأنبياء فحملوا الكلمة كمرسلين أو أنبياء يحملون من كلمة الله للبشر. حاجة تانية أنه واهب الروح والمسيح وحده، والله الآب والابن والروح القدس، واهب الروح من خلال ناس أصبحوا مستودع للروح القدس إن كانوا الأنبياء أو الرسل. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. أول مع بعض ترتيلة أيها الفخار الأعظم. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزفي بين يديك، قد واصنعني وعاء أنا آخر مثل ما يحسن في عينيك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزفي بين يديك،
خذ واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أخضع ذاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيا. لن أتوجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. أخضع ذاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيا. لن أتوجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. أيها الفخار الأعظم، فاز في بين يديك، خذ واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، خذ واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. آت إليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتك ويديك. لا لليأس ولا للماضي، قلبي تجهل أنا إليك. آتي إليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتك ويديك. لا لليأس ولا للماضي، قلبي تجهل أنا إليك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، خذ واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، خذ واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في موضوع غريب شوية، ركزوا معايا بس أظن مفيد لينا في الزمن ده. هي مشكلة، مشكلة قبول أوضاع خاطئة بالتقادم أو بالأقدمية. يعني إيه اللي أنا بقوله ده؟ يعني اللي منكم بقى من بلادنا والفلاحين الطيبين بتوعنا، تصور إن جارك خد منك حتة أرض، وجيل ورا جيل من وقت جدك الأرض دي بتاعتك بس دلوقتي مش بتاعتك. ده وضع غلط بس أصبح كل الناس اتعودت عليه، بس هو وضع غلط لأن الحقيقة ده ظلم. مثلا ولادنا الشهداء اللي ربنا خدهم السماء وفرح بيهم والكنيسة اختنت بصلواتهم، لكن مين اتسأل؟ مين اتعاقب؟ يمكن محدش اتعاقب. وخلاص الوضع بقى بعد 10 سنين 20 سنة وكأنه بالتقادم، يعني بالأقدمية بفوات الوقت، الناس اتعودت وكأن ده وضع طبيعي. ومش طبيعي، ده كان ظلم، ده كان افتر. هنا ربنا يقول لا يأتي عليكم كل ده من زكي، يعني ربنا لا يقبل الخطأ حتى لو عدت عليه أجيال وأصبح قدام الواقع كأنه بقى عادي. مفيش حاجة كده عند ربنا. أنا هتكلم في الحتة دي، وده موضوع حساس وركزوا معايا، لأنه في أوضاع بتبقى غلط بس من كتر ما هي غلط بقالها فترات طويلة قوي، الناس سلمت بالغلط وتعودت عليه وكأن الغلط بقى صح. عارفين حاجة اسمها تقنين الخطأ؟ تقنين الخطأ عند ربنا غير مقبول.
حتى لو بعد 1000 سنة. الخطأ خطأ ولازم يتصلح، والظلم ظلم ولازم يجي العدل اللي ايه يحصل فيه التوازن والانتقام من الشر. فاحنا هنتكلم في حاجات تخصنا على مستوانا كأقباط، وعلى مستوانا الشخصي كل واحد فينا في حياته في مرارة كده، وعلى مستوى العالم كله. تعالوا ندرس القصة دي، مشكلة قبول أوضاع خاطئة بالتقادم. أحكي لكم موقف عشان تعرفوا أن ده كان المسيح له كل المجد بيقابله. جاء إليه الفريسيون ليجربوه. القراءة اللي أنا هقراها دي قراءة صلاة الإكليل عقبال ولادكم، يعني وإحنا في حفلة الإكليل في الكنيسة قداس الإكليل، إنجيل الزواج المقدس هو متى 19. هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ هم عارفين أنه مش بيحب دي، بس هم عارفين أن موسى قايل كده أو مديهم تصريح بكده. فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرق إنسان. فقالوا له: لماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ هم عاوزين يوقعوا في موسى. قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم: من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. عارفين الجملة دي معناها؟ ربنا يسوع رجع التاريخ 1500 سنة للوضع الأصلي وقت ما نزلت الشريعة، إنه مفيش طلاق إلا للزنا. طيب يا رب، ده احنا 1500 سنة يعني فيها نوع من الايه تنازلات وتجاوزات ومحايلات وأوضاع غير مظبوطة. هنا في تجاوزات ممكن توصل لألف سنة، ولما يجي المسيح له المجد يقول من البدء ايه الصح، ايه الاصل، ايه الحق، ايه مفيش فصل. ده طريقة ربنا. تصور انت تكون واخد حق اخوك بقالك 30 سنة وعدت عليه وارتحت، بص هتقف قدام ربنا، لو ما كانش الحق ده يرجع لاخوك مش هتدخل السماء. انت ظلمت، وبدل ظلمت ما تقوليش توب، توبت يعني رجع الحق. هو نظام ربنا كده. تقولي بس تعودنا وعيالنا طلعوا وخلاص ووضع طبيعي. لا، مش طبيعي، الوضع مقلوب، الوضع مقنن على خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. ده نظام ربنا. إذن هنا ربنا يسوع بيعلمنا نعمل حاجة مهمة قوي. نرجع نقول من البدء، يعني الأصل إيه، النظام الإلهي إيه. أنا بقول الكلام ده لأن احنا في زمن الشيطان بيقلب كل حاجة. زي مثلا أديكوا أمثلة، وانتوا كتير منكم شباب وفاهم الدنيا ماشية إزاي. في بعض البلاد برة أصبح الزنا مصرح بيه تماما، ومحدش حتى بيستخدم كلمة زنا، وأصبح حاجة اسمها حرية الإنسان، ووضع مقبول ومقنن وعادي. وتلاقي أب وأم بنتهم 18 سنة خارجة مع صاحبها وراجعة تاني يوم وحاجات كده. ده عند ربنا اسمه ايه؟ زنا وخطية وتودي جهنم. طب المجتمع كله قابل وما بقتش حاجة عيب وعادي قوي، عادي ومقبول عند الناس، مش مقبول عند ربنا، لأنه من الأول نظام ربنا غير كده. تقول لي أنت بتتكلم في وادي تاني، ده كل البلد بقت موافقة على الكلام ده. يوافقوا زي ما يوافقوا، بس احنا في الآخر ربنا قال ايه والأصل ايه؟ مفيش غير الجواز، والجواز ده في ربنا، وما العلاقات برا الزواج خرجت برا ربنا، وبالتالي هم طلعوا برا السماء بتاعت ربنا. وهكذا طبقوا ده على حاجات كتيرة قوي، أصبحت مقننة في العالم كأنها أوضاع طبيعية وهي ضد ربنا. إذن مفيش مهادنة مع الخطأ. ربنا له كل المجد، ما يساومش في الخطأ، مش وضع خطأ طب إيه خد حتة وناخد حتة، مفيش كده عند ربنا. من البدء
خلقهما ايه، النظام ايه، اللي ربنا كان عاوزه ايه، دل على اساسه الحساب في الاخر. لكن مفيش قولة ما هو الدنيا كلها اصلها بقت كده وده الوضع الطبيعي وبلاش بقى نرجع لورا. نرجع لورا يعني ايه؟ احنا بنراجع الاصل ايه، الحقيقة ايه. وانت لو اتاخد منك بيت او ارض او عيل من عيالك، ولو جيت بعد 30 40 سنة، مش هتقدر تقول عادي. لا مش عادي، لانه لا تسقط هذه المظالم بالتقادم. ما فيش واحد ابنه راح منه مثلا واصبح عادي كمان بقى فات عليها كذا سنة، هيفضل ابنك ويفضل حقك. هديكم مثل تاني. في متى 22 اتحكت حكاية قدام ربنا يسوع، عشان اللي بيحكوها عاوزين يزنقوا ربنا يسوع. اللي بيحكوها دول ناس صدوقيين. صدوقيين دول طائفة قوية جدا، منها رؤساء الكهنة حنان وقيافة، ويهود متطرفين قالوا ما فيش قيامة وعلموا كده، وأصبح أغلب اليهود ماشيين وراهم. فيش قيامة، ما فيش روح، ما فيش ملائكة. سامعين المسيح بيتكلم عن الملكوت والقيامة على طول، فطبعا ده ضد تعليمهم، معتبرينه بيعمل طائفة جديدة، وهو طبعا ربنا يسوع الصح وهم اللي غلط. فجم قالوا له ايه حكاية الست اللي اتجوزت واحد ومات، خدت اخوه خدت اخوه خدت اخوه، جابت السبع. قال يعني بقى بيقولوا له ايه، لو في قيامة تبقى مرات مين من السبعة، ولا هتبقى ماشية مع السبعة؟ ما هما قال يعني بتفكيرهم الساذج بيزنقوه. هنا ربنا يسوع قال لهم ايه، تضلون. يا رب انت بتخبط في اكبر فئة واقوى فئة في اليهود دلوقتي. تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. ده ضلال، اللي انتوا فيه ضلال. طب ليه؟ مش بيقول كده وبس، لازم يثبت في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون يكونوا كملائكة الله في السماء. مفيش قضية الزواج، السؤال غلط. حتى لو ده حسب الشريعة، ده على الأرض بس، لكن في السماء مفيش زواج، مفيش علاقات زوجية. أما من جهة قيامة الأموات، أفما قرأتم، يبقى دايما مرجعنا إيه؟ الإعلان الكتابي. ربنا قال إيه؟ الكنيسة فاهمة إيه؟ عاشت إزاي؟ القديسين عاشوا إيه؟ استلموا إيه؟ سلمونا إيه؟ الموضة الجديدة والتغييرات الجديدة، ده مش تبع ربنا. أفما قرأتم ما قيل من قبل الله، أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. يعني إيه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب أرواح عايشة. يبقى هنا بيدافع عن الأرواح وبيدافع عن القيامة، وقال يكونون كملائكة الله، دافع عن الملائكة، وخبط في كل معتقدات الصدوقيين. طب يا رب دول بقالهم مئات السنين واستقروا كطائفة قوية ليها تعليمها وليها أتباعها. غلط. مهما استقروا، مهما منهم رؤساء كهنة، ما هم دول اللي صلبوا المسيح في الآخر. أما الفريسيين لما سمعوا أنه أبكم الصدوقيين اجتمعوا معا. خلي بالكم، هاي الطائفة دي فيها غلط والطائفة دي غلط. الصدوقيين المسيح أبكمهم، راح الفريسيين انبسطوا. بس الفريسيين كمان عندهم تطرفاتهم. هنا تاني براجع معاكم المبدأ، هل يتقبل المسيح فكر انتشر وتأسس وتثبت مع سنوات طويلة وأصبح فيه قيادات وفيه هيكل تنظيمي ضخم ومنه رؤساء الكهنة في الوقت ده؟ لا، الغلط غلط مهما كان مكلف. وطبعا هم دول اللي تآمروا فريسيين وصدوقيين عشان يقتلوا المسيح. لكن ربنا يسوع ما بيموتش، بيقوم من الموت وبيدينا الحياة الأبدية، وكل دول راحوا لحالهم. كمان شوفوا بقى، تلاحظوا ان هنا استخدموا حجج كتابية لما قالوا مثلا أذن موسى كتاب طلاق، ولما قالوا ايه حسب الشريعة لازم مراته تاخد اخوه. هما بيستخدموا الكتاب لأغراضهم، بيستخدموا الكتاب للأفكار الخاصة بيهم. ومع هذا ربنا يسوع أخطيت، يعني مش بيقف مخضوضك منهم استخدموا الكتاب المقدس. لا، مش ده الحق الإلهي الحقيقي. حتى لو استخدموا الآية، الآية دي موقعها إيه وتستخدم في إيه وتتفسر من خلال الكتاب ككل ومن خلال القصد الإلهي، مش من خلال القصد البشري.
إذن لا مهادنة ولا تنازل في الحقيقة. وطبعا بنقول خلي بالكم أنه لما بيبقى في طوائف وشيع بيبقى كل واحد بيدافع عن هويته، لكن مش بالضرورة يدافع عن القصد الإلهي اللي قصده ربنا. أديكم موقف ثالث بقى من العهد القديم في عزرة 9. عزرة ده مين؟ تسمعوا عن سبي بابل القرن السادس. لما نقول سبي بابل يعني سبي اليهود إلى بابل. اليهود عاندوا مع ربنا وبقوا وثنيين ولخبطوا لخبطة جديدة وبعت لهم انذارات كتيرة ومفيش فايدة. سوبيا شعب إسرائيل 10 أسباط لأشور، ثم سوبيا الكل بما فيهم يهوذا في وقت بابل. وكان السبي ده صعب قوي، وخدوا كل الشباب مسبيين منهم دانيال وحسقيال، وبقت أورشليم ايه مهجورة وتعبانة خالص. بعد 70 سنة زمان توبة الناس رجعت لربنا، وكتير منهم عرفوا غلطهم. ربنا بمعجزة ابتدى يرجع المسبيين. أول واحد رجع أول فوق زروبابل، تاني واحد اسمه عزرا. الناس دول قديسين كبار قلبهم مع ربنا وعاوزين يرجعوا الشريعة ويرجعوا العبادة ويرجعوا الهيكل زي ما كان بالظبط. عزرا رجع وعمر بعد زروبابل، وبعدين وهو بقى ايه فرحان لانه الدنيا بقى لها شكل وابتدى الهيكل يعمر وبقى فيه ذبايح. تقدم الي عزرا بيحكي الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب اسرائيل والكهنة واللاويين من شعوب الاراضي حسب رجاساتهم. قالوا له على فكرة في حاجة انت مش عارف، الحياة السنين اللي فاتت دي اللي حصل وقت السبي، الناس اللي عايشة في اورشليم هنا اتخلطت واتجوزت من الامم وعاشوا معاهم بلغتهم وبدياناتهم بوثنيتهم، واصبح ده وضع ايه قديم. ده احنا بقالنا 70 سنة حصل بقى ايه جوازات وعياله من الكنعانيين والحثيين والفرزيين واليابوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والاموريين، كل ده ممنوع منعا باتا حسب الشريعة. اتخذوا من بناتهم لانفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس، ده كان الكلام عن شعب الله المختونين، بشعوب الأراضي. وعلى فكرة يا عزر يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة أيضا. يعني إذا كنت هتعتبر دي خيانة للشريعة، بص من كبرها لصغيرها كله بيعمل كده. هتلاقي كهنة ولادهم كده، وهتلاقي رؤساء، وهتلاقي ولاة، وكله ماشي في الغلطة دي. عزر وقف في حتة صعبة جدا. ليه؟ وضع غلط بقاله سنين ومتثبت ومتأسس ومتظبط، وطلع عيال بالكوم. كل دول كانوا ايه طلع نتاج الرجاسة اللي بتعبير الكتاب، يعني زواج مختلط بالوثني. لما سمعت هذا الامر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر راسي ودقني وقعدت متحير. طب تتحل ازاي دي؟ واجتمع إلي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل، كل اللي بيخاف كلام ربنا بجد وبيعمل له حساب بيترعب بيخاف ربنا بجد، تلموا حواليا وأنا إيه حالتي حال، لأن المشكلة مش عارف لها حل، لأنها صعبة أوي. ليه صعبة؟ لأنها بقالها سنين عمالة تتفاقم. أنا جلست متحيرا إلى تقدمة المساء. قعد يصلي بحرقة. روحوا اقروا عزرة 9 وشوفوا جمال صلاة عزرة، وهو بيبكي ويقول له انا يا رب مش عارف اعمل ايه، احنا خناك واحنا كسرنا عهدك ونستاهل كل اللي جرالنا واكتر، بس مش عارف اقول لك غير ارحمنا. الناس بقى اللي قلبها كلها وتوجعت وحست فعلا انه غضب ربنا بسبب التجاوزات دي كلها قالوا له ايه؟ جاله واحد بقى وقال له بص يا عزرة، احنا معاك ولازم نعمل اللي يعجب ربنا مش اللي يعجبنا، واحنا شايفين انه مفيش حاجة غير ان الستات الوثنية كلها تمشي وتاخد عيالها. بقى عزرا مش مصدق، هتقدروا على القرار ده؟ قالوا له اه. ليه؟ لانه ده حق ربنا وحق ربنا يمشي حتى لو بالتقادم. يعني ايه الموضوع قدم قوي مش مشكلة، ده الطبيعي دلوقتي. وفعلا عزرا في 3 4 شهور هو بقى والناس المخلصين اللاويين الأمنة خلوا كل الناس تاخد القرارات دي، ورجع الشعب اليهودي يخضع للشريعة بالتزام شديد جدا. خلي بالكوا الكلام ده أنا حتى لو بحكيه من العهد القديم عشان أوريكوا ربنا بيفرح بإيه.
الحق حق والصح صح والمطلوب يتعمل مهما كان مكلف. يبقى استقرار الوضع الخطأ لا يمنع أبدا إصلاح الخطأ من جذوره مهما كانت تكلفته. أرجوكوا انتبهوا للمعنى ده، لأن في حاجات في حياتنا كتير عاوزة كده، ولا تنازل في الحق الإلهي. تعالوا نروح لنحمية، موقف آخر مشابه. معلش فرصة برضو ندرس الكتاب عهد قديم وعهد جديد عشان نشوف الصح اللي بيتعمل من ناحية ربنا ايه. لقى انه نحمية ده اللي جه بعد عزرة في نفس مرحلة النهضة الروحية دي، قال علمت ان انصبة اللاويين لم تعط. حسب الشريعة الاسباط الحداشر يطلعوا العشر يروح للاوي، عشان اللاويين ملهمش اراضي وملهمش بزنس ولازم يلاقوا لقمة ياكلوها. لما النصيب بتاع لاوي ما يروحش، اللاويين يهملوا العبادة ويهملوا الشريعة والتسبيح والهيكل. فهو نحامية غاب شوية ورجع لأن نصيب اللاويين اتكل عليهم. فخاصمت الولاة وقلت لماذا ترك بيت الله؟ جمعتهم ووقفتهم وجالي كل يهوذا وابتدوا يجمعوا لي العشور تاني، عشر القمح والخمر والزيت، وعملت خزنة وجبت المسؤولين وقلت لهم كل حاجة تتحط في مكانها مظبوط. قال له اذكرني يا إلهي من أجل هذا ولا تمحو حسناتي التي عملتها نحو بيت إلهي ونحو عشائر. غلطة تانية، ده كل ده في آخر إصحاح من نحمية. لقى ناس اتعودت تكسر السبت، كسر السبت ده خطية صعبة جدا حسب الشريعة. اللي بقى بيدوس المعصرة يعني فعص في العنب عشان يطلع خمر، شغالين في السبت عادي ويطلعوا بقالة وشرة وباب أورشليم مفتح عشان الايه التجار يروحوا ويجوا، كل ده ضد الشريعة. فقام طلع لهم نحامية، وخلي بالكم نحامية شخص قدام جمهور ده البزنس بتاعه، ده قطع عيش. فاكرين المسيح في الهيكل لما طرد الباعة؟ ما دي طبعا موقف مش سهل بالنسبة لهم لان ده بيوقف حالهم، بس هم كاسرين الشريعة. قلت لهم ما هذا الأمر القبيح الذي تعملون وتدنسون يوم السبت؟ ألم يفعل أباءكم هذا فجلب علينا إلهنا كل هذا الشر؟ أنتم تزيدون غضبا على إسرائيل تدنسون السبت. فلما ضلمت أبواب أورشليم قبل السبت أمرت أن تغلق الأبواب، هو الوالي، فأمر العساكر ما يتفتحش باب أورشليم يوم السبت، ممنوع دخول ولا طلوع حد، نظام كده. وبعدين أقام من غلمانه على الأبواب عشان ما يسمحوش لحد يحاول يستنى حد. فبات التجار وبائعوا البضاعة خارج أورشليم مرة واتنين، فأشهدت عليهم وقلت لهم أنتوا بيتين ليه جنب السور؟ لو رجعتوا تاني ألقي يدا عليكم، همسككم واسجنكم. هنا نحمية بيعمل إيه؟ بيحقق المطلوب بشكل ثورجي بشكل شديد، لأن هو ده الصح. حتى لو الوضع ده بقاله كتير قوي وفي ناس مستفيدة منه وفي مصالح ناس وفي بزنس، بس كل ده غلط. وأصبح إيه؟ الغلط المتقادم لازم له وقفة جديدة مهما كانت تكلفتها. وربنا ذكر نحمية وعمل له كتاب في الكتاب المقدس من أجل أمانة هذا الشخص. أنا بقول الكلام ده أحبائي لأنه نفسي كلكم تذاكروا تاريخ الكنيسة. ولو الفترة دي اللي احنا لسه ظروف الشغل والخروج محدودة، تعالوا كلنا وأبائنا القديسين اللي سمعني في الإمارات والكويت، ممكن نعمل نهضة نخلي كل الشعب يذاكر تاريخ الكنيسة. لأن لما نقرأ تاريخ الكنيسة نلاقي إن في بداية حاجات غلط دخلت في التاريخ، قننت وضخمت وجسمت كأنها أوضاع طبيعية جدا. اقرأ التاريخ وارجع لأصلها تشوف إن ده غلطة، وغلطة كبرت كبرت كبرت. النهاردة احنا شايفينها عادي، معلش حبيبي العادي ده غلط بالنسبة للمسار اللي ربنا قصده. لو انت درست التاريخ تعرف ان كل الشكل ده مش مظبوط، هتفهمه لما تقرأ التاريخ، مش عاوز اتكلم اكتر من كده. لكن انشقاقات الطوائف مش دي كلها كانت اخطاء في التاريخ وما كانتش على حسب إرادة الله؟ والإيمان المستقيم المسلم للأباء اللي عاشت بيه الكنيسة 450 سنة، مش الإيمان ده موجود في الكتب ومعروف الصح بتاعه؟ استمرار طوائف كثيرة مخالفة للإيمان المسلم للقديسين واللي عاشته الكنيسة 450 سنة،
هل نتقبل الوضع في المجاملات ونتنازل عن الأساس؟ هل نرجع تاني نبقى ماشيين في طريق الإصلاح الحقيقي اللي المسيح بيقول من البدء ما كانش كده؟ مسيحية في البداية ما كانتش كده. المسيحية الأصلية اللي عاشتها الكنيسة الأولى وعاشوها القديسين والشهداء الأوائل مش هي اللي موجودة عند ناس كتير. في سرقات في التاريخ، في اعتداءات شديدة في التاريخ، ده ما فيش حتى اعتذار، ده ما فيش اعتراف حتى مين اللي عمل الجريمة التاريخية دي ضد الأقباط على مستوى تاريخ طويل قوي، مين اتحاسب؟ طبعا لو الحساب ما مشيش في الدنيا في حساب السماء، بس بيبقى حساب عسير، لأن ربنا إله قاضي عادل ولا يبرئ البتة. يعني إيه؟ ما يسكتش على الغلط أبدا، وكل واحد هياخد في الآخر حسابه، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. ولو التاريخ ظلم، الأيام ظلمت لأنها غطت على الظلم، ربنا مش بيعمل كده. لما وقف يوحنا المعمدان يقول لا يحل لك، يا يوحنا انت واقف ضد الطيار، انت واقف ضد القطر، انت بتتكلم مع مين؟ دول ناس مسنودين، دول كبار قوي، دول ولا شريعة ولا غير شريعة تقدر يعني يقدر عليهم. لا يحل لك. طب والتكلفة؟ رقبة يوحنا مش مشكلة، بس يوحنا المعمدان هو القديس العظيم، هو اللي منور في السماء. هيرودس وبيلاطس والناس دي كلها انتهت من التاريخ. يبقى خلينا عارفين انه الصح صح ولا يحل لك. في امثلة من الحياة العملية بقى، ساعات يبقى في سلوك خطأ داخل الكنيسة. مثلا في كنائس اتعودت الناس ترغي فيها، خطأ في العبادة، خطية ان الناس تطلع موبايل وتبص فيه او تقعد تحكي، خطية. حتى لو بقالنا 20 سنة بنتفرج على المنظر ده، لازم المنظر ده يقف. ليه؟ مش معنى انه عادي اتعودنا يبقى صح. غلط. العبادة يليق بها الخشوع والخضوع والركوع والرهبة والهدوء، ده الصح. لما نلاقي مثلا في بعض الشخصيات في بعض الكنائس سيطرت بحكم الأقدمية والناس كلها ساكتة والوضع غلط، الشخص ده متعب للكنيسة أو معسر. لا، مش معنى إن هو عشان قديم وتعب الناس ومعطل خدمة ربنا نفضل ساكتين. لا، مش ده طريقة المسيح. لازم يعني ناخد موقف. وطبعا لا، ومش بناخد موقف عنيف، احنا موقفنا من للصلاة والحكمة والمحاولة، لكن في مواقف ربنا اللي بيمد ايده بعد كده. مفيش مساومات وتنازلات في السلوكيات المسيحية، مفيش كذب أبيض، مفيش حاجة في النص اسمها في لغة الكتاب شبه شر، يعني خطية. والكتاب بيقول امتنعوا عن كل شبه شر، شبه الشر غير مقبول. فسنة يا أحبائي ضمائرنا تتنقى ونبقى حقانيين زي ربنا، بحكمة، بتواضع، بأدب شديد، لكن الحق حق. والموضوع ده هو اللي هيخلينا نرجع لربنا صح، وتخلي الكنيسة جميلة بلا عيب. لكن قبول أخطاء موجودة في بيوتنا، موجودة في مجتمع الكنيسة، موجودة في التاريخ، والسكوت عن الأخطاء مشاركة في الخطأ. وبالتالي من المناسب جدا ان احنا نشوف الأصل ايه والحق ايه وإرادة الله ايه، وبضمير صالح تيجي اليوم اللي نقول لأ، لازم ناخد موقف مع هذا الخطأ. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.